وحلقة جديدة من عيادتنا. الصحة لازم يكون مرافق ليها دايماً الأمل. الأمل هو كلمة السر اللي بتخلينا نعيش حياتنا ونكمل فيها برغم كل المشاكل اللي دايماً بتقابلنا. وعشان نزرع الأمل عند كل المشاهدين لعيادة تن، إحنا بنهتم بصحتهم ودايماً بالخبراء اللي هيكونوا معانا، وإنهم لازم يكونوا على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة. وده لغرض مهم جداً، وهو إن الأمل ما يفرقش أي بيت مصري وأي بيت عربي من البيوت اللي بتتفرج علينا عن طريق شاشة تن. النهاردة فقراتنا جديدة ومتنوعة وكمان فيها مفاجآت كتير، لكن في البداية خلونا نبدأ بأهم فقرة معانا، وهي فقرة الأخبار. وأول خبر معانا بيقول: دراسة طبية تحذر من الشفتات الليلية. حذرت دراسة طبية إن العمل بنظام الدورات في الشفتات الليلية ليه دور سلبي على صحة الرجال، خاصة اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 عاماً. وكمان في دراسة اتعملت في جامعة كولورادو الأمريكية إن الشفتات الليلية بتصيب الجسم بهشاشة وكمان بكسور العظام في وقت لاحق من العمر، يعني بعد السن ده ما بيعدي. ده غير كمان إنه بيعمل اضطراب كبير في النوم وكمان بيعمل أرق. تاني خبر معانا بيقول: أعراض وأسباب الإصابة بفشل كلوي. عادة الشخص اللي بيعاني من الفشل الكلوي بيكون عنده بعض الأعراض. زي إيه؟ زي انخفاض كمية البول، زي تورم الساقين والقدمين، أو ضيق التنفس الغير مبرر، أو النعاس المفرط والغثيان المستمر، أو غيبوبة. أما عن أسباب الفشل الكلوي فهي فقدان تدفق الدم إلى الكلى ومشاكل في التخلص من البول. وعلشان كمان نعرف أكتر عن الخبر، معانا هاتفيا دكتور عصام إسكندر، استشاري أمراض وزراعة الكلى بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. خلينا دكتور نقول إزاي أعرف أو إزاي أشخص الأعراض اللي عندي دي إنها بداية فشل كلوي، وإمتى لو أنا حسيت بالأعراض دي أو شخصتها لنفسي أبدأ على طول أروح للدكتور؟ تمام. إحنا دلوقتي بنتكلم عن الفشل الكلوي. هو نوعين من الفشل الكلوي موجودين، نوع اسمه الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. الفشل الكلوي المزمن هو بني آدم مصاب بارتفاع وظائف الكلى ومشاكل في التبول أكثر من 3 أشهر، وده عادة مريض بيكون عنده أمراض كثيرة جدا لمدة طويلة، أشهرها السكر وضغط الدم. تمام. دول بيمثلوا أكثر من 75%. تمام. ده الفشل الكلوي المزمن. تمام. الفشل الكلوي الحاد زي ما حضرتك تفضلت، لازم نبقى عارفين انه ده بني ادم كان سليم خالص لغايه يوم او يومين فاتوا او حتى ساعات، وفجاه جاله انخفاض في تدفق البول وارتفاع في نسبه في الوظائف الكلى. طبعا ارتفاع وظائف الكلى دي يعني ارتفاع معدل السموم في الدم. تمام. وعشان معدل السموم في الدم يرتفع لازم ياتي باعراض معينه، اهمها الترجيع والميل للقيء وموعن النفس اللي هو الجهاز الهضمي وتأثره بهذه السموم. تمام. الحاجة التانية تورم الجسم، لو في احتباس بول والمية ما بتخرجش من الجسم، فالنهاردة الوزن بيزيد بطريقة مبالغ فيها. تمام. الوزن بيزيد، نسبة المياه بتزيد، مش الوزن بيزيد عن الميزان. بالبلدي يا دكتور كده بنقول جسمه منفخ بالمية. تقريبا منفخ بالمية في أماكن معينة. تمام. أشهرها القدمين وأشهرها الجفون السفلى من الأعين. تمام. ولما بيزيد قوي بيبقى فيه زي استسقاء في البطن وحاجات في هذا المنطق. بس طبعا هو ما بيوصلش انه يشتكي في المرحله المتقدمه. الحاجه الثانيه ممكن يحصل وجع مبالغ فيه في العظام. لاختلال في نسبه الكالسيوم وارتفاع الغده الجردرقيه. الحاجه الاخيره التشنجات والغيبوبات، ودي طبعا حاجة ما نحبش نوصل إليها طبعا. طيب دكتور عصام، من وجهة نظر حضرتك أني أنا إمتى أوصل لعرض معين أو أبدأ تظهر عندي الأعراض دي وأبدأ على طول أروح للدكتور، ما استناش طبعا لما الأعراض دي تتطور؟ إمتى هنا أقول أنا لازم النهاردة على طول أروح للدكتور؟ والله حضرتك هو في كل العالم بيمشي إزاي؟ بيمشي إن إحنا بنتابع نفسنا وتحاليلنا واللي هي بيسموها بوابات الجسم، صورة الدم وتحليل البول ووظائف الكلى ووظائف الكبد. الحاجات دي بتتم كل 6 أشهر. بيروح زيارات روتينية للأطباء بتاعته. تمام. لما بيحصل اختلال في الوظائف أو في حاجة بالمنظر ده لازم بنروح للمختص. ده واحد. دكتور يعني اللي حضرتك بتقول عليه ده المفروض ان العادي اللي يحصل، لكن العادي مش كل الناس بتروح كل 6 شهور تعمل التشيك اب بتاعها، مش كل الناس متابعه حالتها الصحيه، ومش كل الناس بتعمل التحليل الدوريه. فانا دلوقتي كمشاهد عادي بتفرج في البيت حاسس يمكن ببعض الاعراض اللي قالها لنا دلوقتي دكتور عصام، امتى عند عرض معين اقول لا ما ينفعش خلاص استنى، انا لازم دلوقتي النهارده حالا اروح للدكتور عشان اكشف؟
طبعا اولها قله كميه البول وتدفق البول. دي حاجه لازم الواحد، او تغير لون البول او تغير خواص البول، الرائحه، اللون، المكونات، الحاجات دي لازم بتلفت نظر، لازم البني ادم يكون واخد باله. تمام. او وجود رغاوي كتير في البول، تغير شكله، دي حاجات لازم ياخد باله منها. تمام. في الم في الاجناب، يعني لان احنا في اسباب كتير من الفشل الكلوي، الحاجات ليها علاقه بالحصوات والتهاب الحالب وحاجات بالمنظر ده، ففي الم في الجنب الايمن او الايسر. تمام. متهيألي يا دكتور يعني ده ابسط عرض ممكن ناخد بالنا منه كلنا واحنا في البيت، يعني فيلفت نظرنا ان احنا محتاجين خلاص نروح لدكتور متخصص علشان نعمل بقى التشيك اب بتاعنا. دكتور عصام اسكندر، استشاري امراض وزراعه الكلى بهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه، شكرا جزيلا لتوضيح الخبر معانا. ثالث خبر معانا بيقول تمارين التمدد افضل طريقه لعلاج الم الكتف. تمارين التمدد بتساعد على تحسين ميكانيكية عمل الكتف، وممكن إننا نعمل تمارين التمدد لعضلات الكتف قبل ممارسة أي أنشطة بيها أو إن إحنا نستخدمها. والخط كمان اللي بعدها هي مد التدريبات لتحسين نطاق الحركة، وكمان نحسن وضعية الجسم للتخلص من ألم الكتف بحيث إننا نكون قاعدين بشكل مستقيم، ولما نيجي ننام على جنبنا ما نحطش إيدينا تحت المخدة ونستخدم مخدة أعلى بدل الإيد اللي إحنا بنحطها تحت المخدة. رابع خبر معنا بيقول فوائد القهوة للتنحيف منها تقليل الشهية. القهوة بتقلل الشهية لأن الكافيين الموجود في القهوة بيقلل من الإحساس بالجوع لفترة قليلة، وده بيؤدي لتقليل السعرات الحرارية المتناول. تاني حاجة حرق السعرات الحرارية، لأن الكافيين بيزيد من حرق السعرات الحرارية في الجسم، وبيزيد كمان من استخدام الطاقة في الجسم. خامس خبر وآخر خبر معنا النهاردة بيقول أضرار عديدة للمشروبات الغازية اللي كلنا طبعاً بنحبها، منها عسر عملية الهضم. مين فينا مش متعود دايماً يشرب مشروبات غازية وفاكر إنها أضرارها قليلة أو الأضرار العادية اللي إحنا عارفينها، لكن المفاجأة إن أضرارها خطيرة جداً على الجسم، زي الإصابة بالأمراض السرطانية زي سرطان البنكرياس والقولون والثدي والبروستاتا، وكمان أمراض القلب والأوعية الدموية، وكمان بتسبب الجلطات، وكمان بتصيب أو بتؤذي الكبد، وبتأثر كمان على صحة الدماغ والجهاز العصبي، ده غير إنها بتزود السمنة في الجسم وبتعمل تراكم للدهون، وكمان بتسبب عسر الهضم، واخر حاجه انها بتصيب الانسان بمرض السكر. وعشان نعرف اكتر عن الاضرار معانا هاتفيا دكتور الاء المنير اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بحضرتك يا دكتور الاء. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا بيكي يا دكتور. متهيألي يعني احنا بعد ما سمعنا كل يعني المشاكل اللي بتعملها المشروبات الغازيه احنا برضو بنحبها للاسف يعني، ولكن علميا يا دكتور يعني ببساطه كده وصلي لنا المعلومه اكتر، يعني نخاف منها اكتر ازاي علشان نوقفها تماما، لان يعني في ناس للاسف انها مدمنه مشروبات غازيه. والله هو المفروض اساسا ان احنا نمنع المشروبات الغازيه تماما من البيت، وده بيجي طبعا اساسي من كل بيت، لان احنا بنعتبر ان المشروبات الغازيه دي كانها حاجه بنبلع بيها، ميه، هي بديله للميه. مش صح نهائي، انت بتبلعي بحاجه، الحاجه دي هتدمر الجسم من اول ما بتدخل من الفم. اولا هي المشروبات الغازيه دي مشكلتها بتكمن في ان هي بتحتوي على الفوسفوريك اسيد، والفوسفوريك اسيد ده طبعا من الحاجات اللي بتقلل امتصاص الكالسيوم وبتقلل امتصاص الحديد، وطبعا ده بيؤدي الى ان يحصل فيها هشاشه، يحصل في الاطفال الم شديد جدا في العظام وهشاشه في العظام. كمان الفوسفوريك اسيد ده بيسبب حاجه اسمها حصوات في الكلى. تمام. ده بالنسبه للنقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان المشروبات الغازيه دي طبعا بتحتوي على نسبه سكر عاليه جدا جدا. طبعا. السكر ده يعني هو يعتبر السم الابيض اللي بيدخل الجسم. السكر كل تناول معلقه سكر بتوقف وبتثبط جهاز المناعه بتاعي لمده ساعتين، لكن انت تخيلي احنا في فتره اصلا محتاجين طبعا نقوي جهاز مناعتنا طبعا بتاعنا جدا جدا. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان السكر ده اللي في المشروبات الغازية ده بيقلل أو بيموت البكتيريا النافعة اللي في الجهاز الهضمي. تمام. وطبعا الجهاز الهضمي ده يعتبر أكبر جهاز مناعي في الجسم. طبعا.
دكتور آلاء، يعني أنا متأسفة جدا مضطرة أنهي مع حضرتك لأن وقتنا خلص، ولكن يعني أتمنى أن حضرتك تشرفينا في فقرة نتكلم عن الموضوع ده لأنه مهم جدا. في بيوت كتير قوي 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 النهاردة للأسف الموضوع عندها قلب لأن هو حاجة زي المية موجودة في البيت بنبلع بيها الأكل زي ما حضرتك قلتي كده، فأتمنى أن احنا نتكلم في فقرة يعني باستفاضة كاملة عن الموضوع ده. شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك دكتور آلاء المنير أخصائي التغذية العلاجية. خلصت فقرة أخبارنا النهاردة، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا النهاردة في عيادة تن. استنونا. يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم في فقره جديده من عيادتنا. النهارده مشاهدينا هنتكلم معاكم عن مشكله وهي الدوالي وتاثيرها على قلة الإنجاب أو تأخر الإنجاب. يمكن في رجالة كتير ما تعرفش معلومات كافية عن المشكلة دي، ما تعرفش معلومات كافية عن مشكلة الدوالي، ما بيبقوش عارفين حلها فين أو يتجهوا الطريق الصحيح إزاي، ولا هي مشكلة ممكن نتغاضى عنها وخلاص نسلم أمرنا لله وما فيش فيها حلول. لا، هو ليها حلول وليه فيه طرق علاج وإن شاء الله بيحصل إنجاب. كل ده هنتكلم فيه مع دكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة والعقم بمركز مصر للذكورة. أهلا بحضرتك دكتور ياسين. أهلا بحضرتك. نورني. أهلا بحضرتك. دكتور ياسين، كان زي ما قلت الدوالي ليها تأثير على عدم الإنجاب أو تأخر الإنجاب. تمام. وفي فعلا رجالة كتير ما بتبقاش في بالها المشكلة دي أو ما تعرفش إن هي عندها أصلا. صحيح. في الأول يعني إيه أصلا مشكلة دوالي عند الرجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دوالي الخصيتين من أشهر مشاكل تأخر الإنجاب عند الأزواج. تمام. عند الرجالة. ليه أشهرها؟ لأن نسب الإصابة بدوالي الخصيتين عند الرجالة كتيرة جدا، يعني احنا بنتكلم ان في حوالي 25% من الرجال بيكون عندهم دوالي الخصيتين. طيب لما نيجي نشوف كده إحصائيا، اتعمل دراسة من فترة سنوات قليلة يعني كانت اتعملت على حوالي 2600 شخص مصاب بتأخر الإنجاب، سواء تأخر إنجاب أولي يعني مش قادر ينجب لأول مرة أو إن هو أنجب قبل كده ومش قادر ينجب مرة ثانية. فوجدوا إن حوالي 40% من الرجالة اللي مش قادرين ينجبوا للمرة الأولى السبب الرئيسي عندهم هو دوالي الخصيتين. ووجدوا إن الرجالة اللي مش قادرين ينجبوا للمرة الثانية بيكون 80% من الناس دي مشكلتهم دوالي الخصيتين. دوالي الخصيتين هي عبارة عن الأوردة بتاعة دوالي الخصيتين، زي ما احنا شايفين الأوردة الزرقاء دي. هي دي بيكون حصل فيها تضخم وبالتالي الدم اللي موجود فيها بيعمل ضغط على الخصيتين، يزود درجة حرارة الخصيتين، وبالتالي يؤدي إلى أن الحيوانات المنوية تبتدي تقل في العدد، تقل في الحركة، تقل في التشوهات، تقل في مقدرتها على أن هي تنتج حيوانات منوية. ليه؟ نتيجة أن الصمامات اللي موجودة جوه الأوردة دي زي ما احنا شايفين على الفيديو بيحصل فيها خلل، فالدم بدل ما يرجع للقلب يبتدي مش قادر يطلع للقلب، يتنه موجود على الخصيتين. والدم ده احنا بنسميه الدم، الناس بتعرفه يعني الدم الفاسد، اللي هو الدم اللي رايح علشان يتحمل بالأكسجين مرة تانية ويرجع للخصيتين. فهي الفكرة كده ان وجود دوالي في الخصيتين من أهم أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال، لأنها بتقلل الحيوانات المنوية في العدد وفي الحركة وفي التشوهات. تمام. طيب إزاي دكتور بيتم التشخيص أو أقدر أن أنا أقول أن الشخص ده عنده دوالي في الخصيتين؟ تمام. رقم واحد أن احنا بنشوف فحص السائل المنوي نلاقي أن في مشكلة، سواء إذا كانت زي ما قلنا مشكلة العدد، الحركة أو التشوهات. أوكي. وبالتالي نلجأ للتشخيص. التشخيص بيتم تشخيص عن طريقتين بالنسبة للدوالي. التشخيص يدوي، أن أنا أفحص المريض بتاعي، أوقف المريض بتاعي كويس يبقى واقف مش نايم بس، وبقول له كح وان هو يعني يكح بشده يعني، فابتدي احس ان ايه بالبلس او زي ما نقول نبضه في ايدي. رقم تاني، الحاجه التانيه هي الصوره التلفزيونيه الملونه على الخصيتين زي ما احنا شايفين على الشاشه كده. دي صوره ملونه وصوره ابيض واسود. لو شفنا الصوره اللي فوق الابيض واسود في زي ثقوب او دوائر سوداء كده، هي دي منظر الدوالي. لما بنعملها صوره ملونه طبعا بتدينا نتيجه ارقى، لان احنا دلوقتي قادرين نشوف الدوالي بشكل صارخ. طيب ايه الاحمر وايه الازرق؟
الاحمر دي الاورده، الشرايين، والازرق دي هي الاورده المتسعه اللي هي الدوالي. تمام، فهي دي انا قادر افسر جدا. رقم اتنين انا بسميها صوره انوار الفرح، زي الفرح صحيح. يعني زمان كانت ايوه كان في انوار كتير بالظبط، كل ما كانت الانوار كتير كل ما تعرف ان درجه الدوالي كبيره. وده عشان كده انا ناس كتيره بتجي لي مثلا عامله صور ضعيفه جدا، يعني اشعاعات في مراكز ضعيفه شويه، فمش قادرين يوصلوا الكواليتي، فاقول والله بلاش ابيض واسود، خلينا نعملها الوان. الالوان حاجه كمان، ان التشخيص بتاعها لازم يكون دكتور متخصص، يعني في دكاتره بيكون نتائجهم في الاشعاعات دي نتائج صحيحه ادق بكتير. الجهاز نفسه اللي بتتعمل عليه الاشعه مهم جدا. يعني احنا دلوقتي موجود عندنا اجهزه دقيقه وعاليه جدا تساعدنا، عكس ما اعملها بجهاز ضعيف. يعني دقه، يعني كل ما الجهاز يكون متطور اكتر ودقته نتائج احسن، دقته اعلى، ودكتور متخصص اساسي تخصص في الموضوع ده أوكي. يكون افضل. ناس كتيره مثلا يجي يقولوا والله انا ازاي عندي دوالي، انا ما حسيتش بوجع. ايوه، لان درجه الدوالي اللي عنده مش الدرجه اللي توصلنا للوجع، درجه الوجع دي معناها ان اهملها فتره طويله. معنى كده دكتور ان هي درجات، ممكن يبقى فيها درجه واتنين مش حاسس باي الم، لكن ما تعلى اكتر من كده يحس بالم. بالظبط كده. هي الفكره دلوقتي ان انا خلاص شخصت باليد ان في دوالي، حطيت جنبها الاشعه اللي قالت ان في دوالي، ابص الدوالي دي درجتها قد ايه. لو احنا بنتكلم في دوالي من الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، دي درجات متقدمه ويستوجب علاجها. فهو هي دي درجات اللي هي لو اتعالجت فيها الدوالي نقدر نوصل لنسب نجاح اعلى. وده اللي مهم في التشخيص طبعًا. ان انا لو جبت واحد ما عندوش دوالي وعالجته مش هوصل للنتيجه اكيد. لكن لو واحد شخصت ان عنده دوالي وتاكدت ان هي درجتها هي درجه مؤثره وعملت له العمليه، اقدر اوصل لنسب نجاح كويس. تمام. طيب شخصنا وقلنا خلاص، يعني حضرتك كطبيب متخصص قلت خلاص ان ده عنده فعلا مشكله الدوالي وهي فعلا اللي مؤخره الانجاب. طريقه بقى العلاج بتتبع طريقه معينه ولا في مراحل؟ تمام. طريقه علاج الدوالي للاسف في ناس بتعتقد ان ليها اقراص، يعني لان في دكاتره كتير بتكتب اقراص، والله هنديك علاج وهتروح الدوالي الكلام ده، والتاني ياخد اقراص بالست شهور والسبع شهور وللاسف ما تروحش، لان هي الدوالي علاجها الوحيد هي الجراحه. يبقى ربط دوالي الخصيتين، هي دي الطريقه الوحيده اللي لازم نبقى شايفينها. في حاجات في الطب علاجها، يعني واحد ينفعش يبقى واحد مثلا عنده زايده ويقول له هديك علاج خلاص، يعني هيحصل مشكله. قولا واحدا بالظبط كده. فهي قولا واحدا بالنسبه لدوالي الخصيتين، لو ان احنا شايفين ان دوالي الخصيتين دي محتاجه علاج يبقى علاج بتاعها هو العلاج الجراحي. تمام. طيب كنت عايز اعرف برضو من حضرتك الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه ولو في جراحات اخرى، ايه الفرق ما بينهم؟ تمام، يمكن دي النقطة اللي بتهم ناس كتير، لأن من ساعة ما ابتدينا نتكلم عليها ونوضح للناس ابتدوا يشوفوا هو إيه أنسب طريقة لجراحة الدوالي. في أكتر من طريقة كانت مشهورة زمان، زي الجراحة العادية، ودي جراحة تقليدية ولغاية دلوقتي للأسف موجودة عند ناس كتير. اللي هي الجراحة اللي احنا عارفينها، مشرط وجراحة. بالظبط كده. ودي نتائجها للأسف قليلة شوية. تمام؟ الطريقة الثانية اللي هي جراحة منظار البطن، ودي برضو كانت خدت مرحلة مع الناس، وللأسف برضو ثبت ان هي نسب نجاحها مش كويسة لان نسبة رجوع الدوالي فيها عالية. طيب افضل طريقة هي الجراحة الميكروسكوبية باستخدام الدوبلر الجراحي، زي ما احنا بنشوف كده دي الدوالي، لان انا بقدر من خلالها، لان معايا تكبير بستعمله ومعايا جهاز دوبلر بستعمله، ان انا اطلع الدوالي كاملة واربطها كاملة زي ما احنا شايفين كده، ان الازرق كله اتربط، يبقى انا ربطت كل الاوردة وبالتالي مفيش نسبة لرجوع الدوالي. احنا لما نيجي نقول حافظت طبعا على الوعاء الناقل للحيوانات المنوية لان شايفه بوضوح. تمام، الفتحة طبعا بتبقى فتحة صغيرة. احنا بنتكلم ان دي في العموم جراحة الدوالي جراحة ميكروسكوبية عبارة عن غرزة وغرزة في المنطقة بتاعت العانة. عملية بتاخد حوالي 30 دقيقة. بعد العملية بحوالي ساعة او ساعتين المريض بيلبس هدومه ويروح بيته ماشي زي ما هو. تمام. فدي طبعا نسبها في الشفاء مرتفعة جدا، ورقم اتنين ان هي بتوفر لنا عوامل امان وعوامل نجاح كبيرة. وده اللي بيهم المرضى، يعني ليه المريض بيختار ان يعملها جراحة ميكروسكوبية باستخدام دوبلر جراحي مش طريقة تانية؟ رقم واحد لان اللي بيشغل الناس هل الدوالي دي هترجع مرة تانية ولا لا؟ طبعا هو بيخاف بقى. بالظبط، لان الطرق احنا قلنا الطرق التقليدية العادية نسب رجوع الدوالي فيها نسبة مرتفعة كبيرة. بالظبط، من 25 ل 50%. كتير
كتير. طيب لما نسمع بقى نسبة رجوع الدوالي في الجراحة الميكروسكوبية قد إيه؟ حوالي 0.5%، يعني واحد حاجة لا تذكر يعني. اه طبعا يعني كمال اللي واحد مفيش حاجة 100%. تمام؟ فهي الفكرة دي إن هي لو اتعملت كويس وبالإمكانيات دي فنسبة رجوع الدوالي بتكون ضعيفة جدا. وده يبقى أنت عملت العملية مرة مش هتعملها تاني. إحنا بنشوف ناس للأسف عملها مرة واتنين، وطبعا ده استنزاف. وحاجة تانية إن هو يعني حمل على الراجل إن أنت تقول هتعمل عملية مرة تاني. حاجة هو لو عملها مرة واتنين وتلاتة وفشلت خلاص هو مش هيعملها رابع. خلاص يعني. مفيش بالظبط كده. حاجة تانية إن هو نسبة الأمان فيها، لأن وده اللي بيهم ناس كتير، لأن ناس بتقول والله الدوالي ده إحنا سمعنا فلان حصل له مشكلة، ده إحنا سمعنا فلان حصل له مشكلة، فده اللي بيخلينا إحنا مطمنين إن هي هتتعمل وإن شاء الله بإذن الله مفيش مشاكل. ليه؟ لأن رقم واحد أنا طول ما أنا معايا التكبير بتاعي اللي هي الجراحة الميكروسكوبية اللي بنقول عليها أنا قادر أشوف الأوردة. فأنا بربط الأوردة بربطها كاملة مفيش نسبة رجوع. حاجة تانية إن أنا بقدر أشوف الشريان أو الشرايين بتاعت الخصية زي ما احنا شايفينها عاوزين نشوفها. وبقدر أسمعها بجهاز الدوبلر، يعني جهاز الدوبلر ده مهم جدا. فكرة بس إن أنا جراحة ميكروسكوبية ومعيش دوبلر بيقلل برضو من فرص النجاح. يعني جهاز الدوبلر هو اللي بيوضح لحضرتك مثلا الفرق ما بين الشريان والوريد؟ طبعا. أوكي. لان هو بيعمل حاجتين. رقم واحد ان انا بميز الشريان بصوته. تمام. هو ليه نبضات زي النبضات، يعني في ستات كتيره بتروح مثلا تروح راح نسمع النبض بتاع البيبي. فايه بيحط الدوبلر جهاز دوبلر الدكتور ويبتدي يسمع ايه نبضات القلب الضخات اللي بتحصل. ده احنا مرضانا كتير جدا عارفين الصوت ده اللي احنا بنعملهم العمليه لانه بيبقى سامع معايا واخد تخدير نصفي خفيف ولا حاجه. فايه يا دكتور صوت ده؟ ده صوت الشريان بتاع الخصيه. بيبقى واضح جدا وسامعه. خلاص هو مطمن. حتى من هو جوه العمليه اطمن ان هي اتعملت كويس، شريان الخصيه شغال، فما تمش ربطه عن طريق هو طول ما سامع الشريان فهو في امان. ايه بالظبط كده. سمعني معاك يا دكتور. كتير قوي يقول لي سمعني معاك يا دكتور. فدي حاجة مهمة جدا ان انا خلاص حافظت على شريان الخصية وبالتالي ربطت الدوالي كاملة، فكده انا مطمن ان ان شاء الله باذن الله مفيش ضرر. وبالتالي يبقى نسب النجاح اعلى كتير. يعني انا هحكي عن حالة صغيرة كده لان دي حالة لواحد، يعني انا لما اتعرفت عليه كان هو مريض لعندي. دلوقتي احنا اصدقاء. تمام. هو راجل كان متجوز هو وزوجته، هو راجل راقي جدا يعني. متجوز هو وزوجته، لما شفته كان 8 سنوات. وعمل حقن مجهري كل سنه بيعمل مره. يعني عمل 8 محاولات. 8 محاولات والتحاليل بتاعته كانت سيئه جدا جدا يعني. فاللي جابه لي كان دكتور نسا صديق ليا، قال لي بص هو الراجل ده تعب ومش هيعمل حاجه يعني. فبص كده يمكن تلاقي له حل. فبصيت شفت الفحوصات بتاعته، مجرد ما فحصته قلت له طب ما الراجل عنده دوالي درجه ثالثه، هي من زمان ما عملهاش ليه؟ واضحه جدا. اشعات وعامل كل حاجه. قال لي مش عارف. قلت له طيب خلاص احنا هنعمل الدوالي وربنا يريد. فهو وقد كان الراجل اعمل اللي انت عاوزه مفيش مشكله. خلاص سلم. خلاص بالظبط كده. وعاوز اقول لك يعني الفتره اللي انا كنت بعمله كان حالته نفسيا سيئه. هو وزوجته طبعا يعني كلام فقدين الامل. كلام قال والامر بقى سيء جدا. فالمهم عملنا العمليه، وبعد العمليه بحوالي 3 شهور الراجل جالي بتحليل سائل منوي طبيعي. داخل عليا مبسوط جدا. قلت له الحمد لله تحليل كويس. قال انا مش مصدق ده ممكن يبقى صح. قلت له ممكن يبقى صح ليه؟ ما هو صح. فالمهم قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له استنى يعني كمان شويه كده يعني 3 شهور كمان وربنا يريد. وقد كان ان بعد حوالي 5 شهور من العمليه ربنا رزقه وزوجته حملت. طبعا ما كانش حمل طبيعي. حمل طبيعي. صديقي ده معاه دلوقتي 3 اولاد ما شاء الله طبيعي. ويعني مش هقول لك السعاده اللي هو كان فيها لما شاف الولد، لان يعني يمكن بعد ما ابنه جاب كان عنده سنه جاني ويسلم عليا. طبعا. ومفيش عيده لما يسلم عليا، يعني حاجه ذهول. ليه؟ اكيد تشخيص. بس هي الفكره كلها ايه؟ التشخيص الصحيح. بالظبط كده. ان محدش عرف يشخص الحاله دي صح، وبالتالي كان بيستسهل يدخل حقن مجهري. طبعا. ادخل حقن مجهري. والحمد لله ربنا رزق. فهي دي الفكره. ان احنا عملنا العمليه صح، وابتدينا وكل اللي كان بيسمعه ده انت لو عملت عمليه الدوالي مش هتخلف تاني.
طيب. بالعكس مع ثلاث اولاد الحمد لله هو طبعاً. اكيد بيدعي لحضرتك هو وزوجته والاولاد ما يكبروا كمان يعني يا رب يا رب نورتني يا دكتور ياسين ودايما منورني في كل الفقرات ان شاء الله مشاهدينا اتكلمنا معاكم ومع دكتور ياسين عن مشكله دوالي الخصيه عند الرجال وتاثيرها على تاخر الانجاب وصلنا معاكم لنهايه الفقره كان منورني دكتور ياسين الفقي استشاري جراحه الذكوره والعقم بمركز مصر للذكوره شكرا يا دكتور شكرا مشاهدينا استنونا فقرات تانية كتير من عياده تانية